عين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا لمجلس الوزراء. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الأمير كلف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الذي كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وكان أمير الكويت قد عين في مارس المنصرم الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية الذي كان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني.